جاهزين يا باشا الليل ايوه دلوقتي. المرة اللي فاتت كنا شرحنا الرولز صح كده يا شباب؟ 7 رولز مظبوط؟ مظبوط. دي الاكسرسايز، احنا عايزين بقى نشتغل على نحل حاجة من الاكسرسايز دي. ها شباب الاكسرسايز دي انا حليت منها اي حاجة؟ ايوه ما فيش اي اسئله. مش اي اسئله بس ايه، انتوا اخدتوا اصلا هوم ورك؟ انا اديتها هوم ورك اصلا. ايوه انتوا هياخدوها كلها صح؟ مش متاكد. باراجراف 7 2 بس 7 2 تمام. طيب تعالى كده دلوقتي باراجراف 7 كويشن 2 ده. ايوه الراجل قال لي نو تشينج، انا هقرا من اول السنتنس صح كده؟ يوزد از رايت سمري سمر ريزيدنس. وايه بقى اللي يوزد؟ الراجل بدا السنتنس بباست بارتيكل. لما اقول لك استخدم في الحاجه دي انا عرفت انا بتكلم عن ايه؟ ما اعرفش، تبقى دي ديبندنت. ما ينفعش اقول لك ديبندنت كوما فان بويز اندبندنت. ما فيش رول في الانجليش كده، الرول بتقول لي ايه؟ ديبندنت كوما اندبندنت. يبقى ايه غلط؟ بي غلط، جايب بيريود، جايب سيمي كولن، جايب كوما. كوريكت انسر ماست بي دي، ان الراجل جايب لي رول نمبر 1 ديبندنت كوما اندبندنت. علي الحلواني معايا يا شباب؟ علي الحلواني فاهم اي حاجه؟ معاك يا مستر. انت مستحيل تكون فاهم الكلام اللي انا بقوله ده. لا لسه مش فاهم حاجه والله. طيب انت خدت في المدرسه، عندكم في المدرسه بتاخدوا جرامر، بتاخدوا الديبندنت والاندبندنت؟ تمام. ماشي. تمام. تعالى في اسئله ثانيه يا عادل يا احمد عبال. طيب من حاضر، انت ما قلتش ليه يا احمد عبال؟ انت بتعمل لي عامل لي مكسوف. عايز الكويشن ده؟ السؤال ده يا شباب بيجي في امتحان الاكت، ركزوا معايا. السؤال ده بيجي في امتحان الاكت. نور ايهاب نور عاطف ومريم ايهاب، الاثنين اللي ما بيفتحوش كتاب. معايا مش معايا؟ موجودين. تمام. سؤال يخصكم انتوا، انتوا داخلين امتحان الاكت، يعني لازم قلبكم يكون قلب خصايه. يكون قلب ايه؟ الراجل بيقول لي which of the following would not be an acceptable alternative to the underlying portion. يعني عايز حاجه هنا wrong answer، حاجة ما ينفعش تكون بديل للكلام ده. would not be an acceptable alternative، يعني ما ينفعش نحطها مكان السنتنس دي في الباسج. أنا هقرا السنتنس الأولانية. قال لي the geologic instability known as، طيب قال لي has produced. السنتنس دي إيه؟ independent. فهمتها؟ قال لي they cause approximately، ايه سنتنس دي؟ independent. بقى عندي independent وعندي independent وحط بينهم كوم، حط بينهم بيريك اسف. ايه بقى اللي ما ينفعش يكون بديل ده؟ طب هل هنا ايه ما ينفعش؟ ايه قال لي independent كوما independent، wrong grammar، كوما splice. The answer is A، ان دي ما ينفعش يكون بديل هنا. طب هي بي تنفع؟ ينفع. اجيب لك independent semicolon independent rule number 4، ينفع اعملها كلها one sentence وما احطش قبل ذات ولا بعد ذات حاجه. ينفع اعملها دي independent comma dependent rule number 2. يبقى انا لازم اختار A، لان دي الحاله الوحيده اللي ما تنفعش. والسؤال ده ما بيجيش في الاس اي تي ولا بيجي في الاي سي تي، بيجي في امتحان الاكت. نور عاطف فهمت حاجه؟ مريم ايهاب فهموا؟
خد بالك كنتوا بتقولوا عاطف ومريم ايهاب الاثنين اللي محددين المسار وظابطين الشعار وشعارهم ان ده خيار حلو كده غير ايه؟ ها آه غير الاكل صح كده؟ صح مريم ايهاب؟ طيب ايه الاسئله الثانيه؟ زياد بيقول لي كويستشن 10-1 زياد مشكله في اسئله ثانيه قبل 10-1 طيب؟ ها آه كمان معلش ايه؟ ما فيش معلش ليه يا عم؟ ايه اللي معلش؟ انت حقك وانت بتديني حقك بتقول لي اعمل حاجه غلط ليه؟ معلش باراجراف 9 حاضر نروح لباراجراف 9 كويستشن 2 السؤال ده لا انت كده ذاكرت. بص بقى يا حاج يا حاج احمد عبد العال، انا بعرف الطالب اللي ذاكر ما ذاكرش منين؟ من الاسئله اللي مديها لي. اول الطالب ما يسالنيش اسئله في الريدنج اعرف انه ما ذاكرش وما فتحش كتاب. ركز ما دي قصه منتهيه مش محتاجه هاري يعني. يا عايز تعالى نقرا السنتس الاولانيه زي ما علمتك. قال لي ده سوري Rockwell is most famous for the cover illustrations he created. خد بالك الحته دي انا عايز اركز عليها شويه بعيد عن السؤال. في مدرسين كتير والحته دي بتيجي في الاكت على طول. الحته دي يا مريم ايهاب يا نور يا عاطف بتيجي في الاكت على طول. المدرس يقول للطالب ايه؟ اول ما تلقى subject to verb وsubject to verb ده كده دي ايه؟ لازم تعمل حاجه يا ريس. طب ما هو راجل بيقول لي Rockwell is وبيقول لي he created. أنا هنا ليه ده جت في امتحان أكتب النص؟ وأنا هبدأ النهارده أشتغل في الأكتب مع ربنا يسهل. قال لي يا ريس أنا عشان دي كلها وان سنتنس المينينج محتاج بانكتويشن. يبقى إحنا مش يهمنا بقى الرولز بتاع المدرسين، يهمنا نكون فاهمين المينينج مش محتاج إن نحط بانكتويشن قبل هي كرييت. فاهم حاجة يا دكتور عاطف؟ He created for the Saturday's evening. كل دي وانس قال لي بوست لحد هنا يا احمد يا عبد العال السنتنس دي ديبندنت ولا اندبندنت؟ قال لي اندبندنت. علي الحلواني قال لي معناها سنتنس كومبليت ثوت قلت له اه. عمل كومه وقال لي he published hundreds of images وعمل كومه ثانيه وجاب لي اندبندنت. علي الحلواني قال لي ايه از رونج؟ قلت له ليه علي يا حلواني؟ قال لي قول اندبندنت والثانيه اندبندنت وعامل بينهم كوما اسمها في الانجليش كوما سبلايس غلطه كوما. جي بي عمل اندبندنت وجي سيمي كون قال لي ببلشنج هاندرز اوف ايمجز اوفر كورس اوف فور ديكيدز. قال لي ده ما جابش مين فيرب ببلشنج از ا جيرنت. قال لي ما ينفعش اجيب اندبندنت سيمي كون اندبندنت. قال لي بي از رونج. جي سي قال لي اندبندنت وعمل كوما قال لي هافينج ببلشد. قال لي دي كوريكت دي اندبندنت ودي ديبندنت وعمل بينهم كوما. علي الحلواني قال لي درول نمبر 2 اتهدنا مستر كريم اكرم ناجي او سيد ناجي في مدرسه مناهج المستقبل. طب ليه دي غلط يا علي الحلواني؟ قال لي عشان دي اندبندنت وعمل اندبندنت جديده وديفرنت مينينج وما حطش اي بانكتويشن بنسميها في الانجليش ران اون سنتنس. يقول له اختار سي وانا راجل فاهم مش راجل مش عايز اقول بقى عيب. انا عمر وليد مركز معايا اهو. عمر وليد ايه مركز معايا. في حد عايز اسئله ثانيه يا شباب؟ دلوقتي زياد محمود كان طالب سؤال. زياد محمود اللي بنسى. زياد محمود راح فين؟ ايه السؤال انت عايزه هنا يا ابني؟ 2 ولا 1 ولا 2؟ حاضر. السؤال ده سؤال هارد ويؤكد ان زياد محمود قلبه قلب خص قلب جزرايا مش قلب خصايا. الراجل ده ذاكر برضه هنا. قال لي انا جبت كوما اهي جبت كوما هقرا السنتنس دي. قال لي scientists have long believed that camels originated in North America and then spread throughout the world. العلماء اكتشفوا او معتقدين ان الجمال دي اصلا من امريكا الشماليه وبعد كده انتشرت في العالم. علي الحلواني علي الحلواني معايا؟ معاك يا مستر. السنتنس دي يا علي انت فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لا ما فهمتهاش. ما فهمتهاش ازاي؟ بيقول لك العلماء بيقولوا ان ومعتقدين ان الجمال اصلها في امريكا وانتشرت في العالم. لو انت كده قريتها بالانجليزي ولا بالعربي هتفهمها ولا مش هتفهمها؟
اه لا فهمت فهمت. يبقى اسمها بالانجلش ايه؟ اسمها independent. يعني independent يعني كان ستاند الون، تقدر تقف لوحدها كده، تقدر تفهمها. اما القمة وقال لي a theory that was first proposed، نظريه تم اقتراحها. تقول لي ده جه بعد ذات ما حطش subject بقت big بقت independent. قال لي ايه correct؟ independent comma dependent. طب جيب لي دي بغلط، علي الحيوني قال لي هنا بيقول this first being proposed. قال لي بقول لك being proposed wrong tense wrong grammar. قال لي انا خدناها في المدرسه دي being proposed، قال لي غلط في الجرامر مظبوط. قال لي طب سي، قال لي this theory was first proposed. قال لي يا ريس this was، قال لي دي independent تاني. ايه independent تاني؟ يبقى كده يا ريس هنا ايه دي كوما سبلايس. برافو يا علي. قال لي and the first theory proposed. قال لي طب ما دي correct. قلت له correct ليه؟ قال لي independent comma fan boys independent. الطلبه بتروح تختار دي والمدرسين بيختاروا دي. and the first theory proposed. حلو. هقول له the first theory proposed after a كامل فصل ازاي دي؟ ولا اقول له بقى a theory that was first proposed طلعت الاول؟ يبقى هنا في المعنى ده wrong meaning. دايما لما بنختار يا زياد يا محمود فان بويز دايما دايما اركز على المينينج. هنا ما ينفعش اقول له the first theory proposed after a كامل فصل، صح؟ اه فاهم حاجه؟ اه يا مستر تمام ماشي. الترانزيشنز كله بقى ركز معايا يا شباب. سؤال مهم جدا جدا، سؤال الترانزيشنز. السؤال ده بيجي في التيست الاس اي تي اربع مرات، اي امتحان اس اي تي ما عدا مره واحده كده في مارس 2018 النسخه الانترناشونال. مش عارف عمل كده غلطه كده وحشه، ده جبر بقى. حلوه. الترانزيشنز بيجي في التيست كام؟ اربع مرات. ده سؤال من اسئله الهبد المشهوره جدا في مصر، خاصه في امتحان الاكت وامتحان الاس اي تي. بعد امتحان الاس تي مفيش هبد كتير. امتحان الاس تي سكشن الرايتنج سكشن صعب قوي، سكشن جامد غير الاكت. فالطالب للاسف مش بالتدريب ما عندوش فرصه الهبد كتير، هيهبد ويلاقي نفسه كده ايه في الضياع خالص يعني. فهنا في الترانزيشنز دي ده من اسئله الهبد للمدرسين في مصر وفي الخليج، عاملين له قواعد ورولز للهبد. ايه رولز الهبد دي؟ على طول اختار ديليت. اه بتيجي كتير صح. على طول هختار هاويفر. بتيجي كتير صح. على طول نيفر ذس ايكوالز هاويفر. مش قوي دي. دي مشكله. مش كده؟ حلو قوي. طب الترانزيشن ده حلو ازاي؟ انا عندي في الانجليش ثلاث انواع من الترانزيشنز. لو قلنا السؤال ده مثل الاول اللي بنسى بيجي في امتحان الاس اي تي كم مره؟ اس اي تي بيجي اربع مرات. في امتحان الاكت بيجي حوالي من 6 ل 8 مرات. في امتحان الاكت بيجي من 6 ل 8 مرات في امتحان الاكت. في امتحان الاي سي تي هيكون راجل ما عندوش رولز، ما عندوش قواعد. يعني في الرايدنج ده ما عندوش قواعد خالص، ممكن يحط مره تؤدي 3 مرات، يحط مره ما تفهموش راس من رجلين يعني. بس برضه ما بيقلش عن 3 مرات في التيست. طب انا بحل السؤال ده ازاي؟ اتفقنا ان عندنا في الانجلش 3 different kinds of transitions. حاجه اسمها الكونتينورز، يعني بكمل الكلام سنتس بتكمل السنتس اللي بعدها. حاجه اسمها كوز وافكت، وحاجه ثانيه اسمها كونترست، يعني بعمل اختلاف بين التو سنتس. طب انا بحل السؤال ده ازاي؟ ركز معايا. اول حاجه ما تقراش الكلام الاندرلاين، يعني مالكش دعوه بالكونسيكونتلي قوي، هتاثر على قرارك وممكن تروح تختار. طالب دايما بيميل نو تشينج. فانا هقرا الاول الكلام وافهم. دايما في السؤال ده بفكر في البوزيتيف والنيجاتيف. تقول لي بس الكلام ده في الريدنج. اقول لك يا ريس ما لما افكر في البوزيتيف والنيجاتيف في الامتحان ده بيخليني دايما دايما ان انا احل السؤال صح. تقول لي تعال نجرب مع بعض كده. Architects do not often become as famous as other types of artists. بقول لك الناس الارتست مثلا المعماريين بقول لك يعني ما بيكونوش في شهره الناس الثانيه من الفنانين الارتست. حلو قوي.
literature as painters. بعد كده قال لي architects work can have greater long term effects. بيقول الاركتس دول ايه ليهم تأثير بعيد المدى. يبقى انا في الاول هنا بتكلم نيجاتيف. بقول لك الناس دي مش مشهورين نيجاتيف ايه. وبعد كده بقول لك الناس دي ليهم تأثير بعيد المدى long term effects دي اسمه بوزيتيف. طالما انا بتكلم نيجاتيف وبوزيتيف اروح اختار كونترست. هنا consequently the cause و effect. انا مش هقول لك تبعا انهم مش مشهورين لهم تاثير ده كلام عبط. ومش هقول لك similarly مش عشان هم مشهورين يبقى لهم تاثير ده كلام مجنان. هقول لك ايه however مع ان مع انهم مش مشهورين ليهم تاثير بعيد المدى. ليه هنا اخترت however؟ لان بعمل contrast between the meaning of two sentences. انا عندي اختلاف في التو سنتنسز. سنتنس الاولانيه بتتكلم عن حاجه نيجاتيف ان هم مش فيمس وسنتنس الثانيه بتتكلم عن حاجه بوزيتيف ان هم عندهم لونج تيرم افكتس. وانا اختار بي وين ام شور. في حد يا شباب مش فاهم انا بحل السؤال ده ازاي؟ شبابنا حد مش فاهم انا بحل السؤال ده ازاي يا شبابنا؟ حجاجنا لا تمام تمام يا نور. نور قالت لي التيبل ده مهم جدا جدا ولازم افهمه كويس واحفظه كويس او على الاقل اكون فهمان. وخد بالك التيبل ده هنحتاجه قوي في الريدنج. طبعا علي الحيواني قال لي ازاي يا مستر وليد انت بتكلم ناس مجانين ايه دخل التيبل ده في الريدنج؟ قلت له اصبر المره الجايه هناخد topic 8 اللي هو الفانكشنز هنحتاج التيبل ده جدا جدا في الفانكشنز. قال لي والله ده شكلك ما فاهم حاجه انا هسيبك على قد مخك. قلت له حاضر ماشي. قال لي continuous دايما لما ببدا furthermore وان addition وmoreover بشيل التلاته مع بعض عشان هم equal. furthermore in addition moreover لما الاقي for example وinstance بشيلهم مع بعض. لما الاقي effective وessentially بشيلهم مع بعض. حلو قوي. لما الاقي in fact وindeed بشيلهم مع بعض. لما الاقي لايك ويز وايز وسيميلي برضه موستلي بشيلهم مع بعض. حلو جدا كلام جميل. في معلومه لازم تعرفها مني جدا كويسه قوي 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 على عكس ما كل المدرسين بتقول في مصر. بيقول لك احنا بنشيل الكونتراديكتورز او الكونترست مع بعضهم. الكلام ده كلام هبد. والدليل على كده الطلبه اللي تخش امتحان الاكت وهتلاقي لو عمل كده هيلقى الفور انسرز ار انكوريكت. هيلقى كده اربع اجابات غلط. في امتحان مره في 2018 في الاكت جاب لي الفور تشويسز كونترست. جاب لي هاويفر وكونفرسلي ونيفر ذس وتقريبا ايفن سو وكانت الانسر كونفرسلي. وطبعا كل الطلبه اللي بتهبد كانت غلط. مفيش غير طالب واحد بس حل صح السؤال ده اسمه عمر احمد. يبقى انا اول حاجه بعرفها انا ما بشيلش الكونترست مع بعضه لان الكونترست مش ايكوال. لما الاقي نيفر ذس وهاويفر انا مش بشيل نيفر ذس مع هاويفر. طب انا لما بعمل ايه يا ريس؟ انا بعمل كده في حاله واحده بس لما الاقي الاثنين ايكوال. لما الاقي الاثنين ايه؟ لما الاقيهم ايكوال. الساعه دي بشيلهم مع بعض غير كده ما بشيلهمش مع بعض. لو الكوز وافكت يا ريس مستر معلش بس كان اللابتوب فصل كنت بحطه في الشاحن. حلو كوز وافكت. طبعا احنا في امتحان الاكت وامتحان الاس اي تي احنا بنشيل الكوز وافكت مع بعض. يبقى accordingly as a result as such because consequently thus therefore بشيلهم مع بعضهم. لكن في امتحان الاي اس اي تي الراجل زي ما قلنا مش جايب رولز واضحه للتست. الراجل ده بيروح كده يجيب اي باسج ويحط اي اسئله في الرايدنج. امتحان يعني في الرايدنج قمه العك اللي في العالم كله. قمه العك والله العظيم بجد. حاجه قله ادب يعني. انا مش عايزك تعتمد على كده. لانك انت مثلا لما تروح تحل امتحان جون 2022 في الاي اي سي تي هتلاقي مثلا جايب لك بيكاز واز ريزالت والانسر بيكاز. طب لو بشيلهم مع بعض ازاي بتورت كده؟ حلو قوي. يبقى يا ريس هنا
انا طبعا فور وسو، خد بالك عشان دي مشكله في الاي اس تي وفي الاكت، انا بنشيلش فور مع سو، ما بنشيلش فور مع سو. الحاجات دي مهمه جدا. تعالى يا ريس نحل السؤال ده مع بعض، حل برضه السؤال ده تاني زي ما علمتك. هتقرا السنتنس الاولانيه، قال لي the Antarctic Peninsula and the surrounding islands have milder temperatures and liquid water. انا قلت لك دايما تهتم بنهايه السنتنس، تقول لي يا عم ده في الريدنج وفي الرايتنج يا حاج. دلوقتي بنحل سؤال مينينج، سؤال ريدنج مش سؤال جرامر. هنا بيقول لي هنا ايه؟ liquid water. انا هفرق جدا، انت مش عارف يعني ايه milder، لكن انت عارف يعني liquid water. يبقى كده بيقول لي ما تقراش بقى however بقى، هتروح تختارها. لما تقرا however هتروح تميل لايه؟ الطالب بيعمل كده. more species are able to thrive there. لما انا اقول لك liquid water ده كلام positive ولا negative؟ يقول لي ده positive. ولما اقول لك are able to thrive there، يقول لي انا مش عارف يعني ايه thrive. مركز معايا علي يا حلواني؟ مركز معاك يا مستر. انت هنا قلت لي في السنتنس الاولانيه انا مش عارف يعني ايه milder، لكن انت عارف يعني ايه liquid water، صح كده؟ صح. يبقى انت الكلام ده بوزيتيف، مظبوط؟ مظبوط كده. انت حضرتك هتقول لي انا مش عارف يعني ايه ثرايف، ثرايف يعني فلارش يعني جرو، هشطبها لك. انت عارف يعني ايه ايبل؟ اه. يبقى الكلام ايبل دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. كلام رائع، ممتاز، برافو عليك. يبقى هنا عندي بوزيتيف وبوزيتيف، ما ينفعش اختار حاجه فيها contrast. يبقى انا هشيل however وهشيل in contrast وهشيل never this، مش عشان هم equal، غلط، علشان ما عنديش contrast between the two sentences. هنا اختار accordingly اللي هي معناها cause و effect، علشان انا عندي milder temperatures و liquid water الحيوانات دي بتقدر تعيش هناك. يبقى الانسر از دي. حد مش فاهم يا شباب التكنيكس الخاصه بالسؤال ده؟ شبابنا. لا مفهوم. مفهوم يا محمود؟ مفهوم. تمام. انا بقى هديك انت فرصه يا محمود وراجل قلب وقلب كتكوت انك تحل السؤال ده يا حاج، اتفضل. حل اتفضل. طيب انا شايف محمود حسام اول طالب اشتغل وحل، محسسني ان قلبه قلب خصايه مش قلب جزرايه. عمر وليد حل اهو، عمر وليد بقى رجوله. نور عاطف دكتوره. مستر انا اجابتي وصلت لك. مريم ايهاب، نرجع تاني للدكتوره مريم. مريم ايهاب دكتوره طبعا. يا دكتوره مريم زعلتني منك يا دكتوره مريم، انا زعلت منك قوي من خصمك. ازاي جبتك مش هتصلي؟ ازاي؟ يبقى انا قلبي ميت بقى. مريم ايهاب قالت لي انا عايز احل السؤال ده مع حضرتك كده اونلاين، قلت لها اتفضلي. قالت لي انت علمتنا دلوقتي ان انا مش هقرا هاويفر عشان ما اتلخبطش، قلت لها تمام. قالت لي انا هقرا السنتنس الاولانيه واحاول افهمها واشوفها بوزيتيف ولا نيجاتيف، قلت لها تمام. قالت لي the Antarctic Peninsula and surrounding islands have milder temperatures and liquid water. قالت لي ده في درجه حراره كده معتدله وفي ميه سايله. قالت لي الكلام ده بوزيتيف. لا تمام. قالت لي more species are able to thrive there. more species
are able to thrive there. في انواع كتير تقدر تعيش او تزدهر وتنمو هناك. قالت لي الكلام ده بوزيتيف. قالت لي انا كده هشيل نيفرلس وهشيل هاويفر. قلت لها عشان ايكوال؟ قالت لي لا مش علشان ايكوال. انا لو كان عندي كونترست كنت اختار هاويفر واسيب نيفرلس. لا تمام. قالت لي انا شلت هاويفر ونيفرلس عشان انا ما عنديش ديفرنس او كونترست بين ذا تو سنتنسز. انا عندي سنتنس دي بوزيتيف والسنتنس دي بوزيتيف. قلت لها رائع. قالت لي انا كده هشيل بي فور اكزامبل. طب ليه؟ قالت لي الراجل ما ادانيش اكزامبل في السكند سنتنس. ده بيقول لي مور سبيشيز ار ايبل تو ثرايف ذير. في كائنات او انواع ممكن تعيش تاني هناك. انا هنا ما ادانيش اكزامبل عشان اقول فور اكزامبل. قلت لها ايه يا بنتي ده؟ هتختار ايه؟ قالت لي اختار ذير فور دي كوز وافكت. علشان في هناك ليكويد واتر ومايلدر تمبرتشرز الحيوانات بتزدهر وتنمو هناك. قالت لي الانسر از دي. قلت لها يا بنتي انت بدات تدرسي اكت او اي اس دي في مدرسه الكنانه؟ قالت لي مدرسه الكنانه مين يا دكتور وليد؟ مع التقدير خسرني كتير. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك يا دكتور. معايا دكتور ولا لا؟ مايك. ايه مش فاهم؟ ايه؟ قلت حاجة غلط؟ لا لا بقول مايك، تسألني مايك ولا أقول مايك؟ طب أنا هسألك سؤال بس ما تزعليش مني، بس جاوبني بصراحة. بصراحة، صراحتك المعهودة. أنت ليه ما بدأتيش تدرسي أكت في مدرسة الكنان؟ أو حتى في سي تي، ها؟ ما سألونيش. يلا الجذور، أنت جذور كده تقلبوا كده الطلبة كده والمدرسين هناك. الكنانة دي كلها تقليل، يعني عايز تظبطي نفسك كده يا مريم. يلا نحل بقى السؤال ده. يلا يا شباب الناس بقى اللي حلت غلط، اللي حلت غلط السؤال اللي فات ده من غير ما اذكر اسمها، طبق الرولز اللي مريم ايهاب قالتها لنا الوقت اهي، يعني مش محتاجه فكاكه بقى. What's your plan? What's my plan? والله ما حلت. مين بقى؟ محمود حسام عمل غلطة ب 19 مليار جنيه. والحلواني عمل نفس، خد بالك انا لسه محفظكوا حاجه، الحلواني ومحمود حسام عملوا نفس الغلطه دي. انا هحل السؤال ده مع الحلواني. هحل السؤال ده مع مين؟ مع الحلواني. ركز معايا يا حلواني. حلواني قال لي انت قلت لنا هنقرا السنتس الاولانيه، تمام يا حلواني. قال لي conditions، انا عايز اقرا السنتس كلها عشان افهمها. conditions in the interior of Antarctica are inhospitable. يعني inhospitable يعني شيء مش مرحب به. يعني من كلمه hospitable، سوري hospitality، صح كده؟ inhospitable. قال لي الكلمه دي نيجاتيف. قلت له كلام جميل يا حلواني. قال لي to many forms of life sub zero temperatures. درجات حراره تحت الصفر. دي يا حلواني. برافو عمر وليد. برافو 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 عمر وليد وزياد محمود. حلواني انا لما اقول لك sub zero temperatures الكلام ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ حاج علي. طب الحاج انت بتلعب مع حد على الواتساب؟
ها؟ لا لا معاك يا مستر. أما أنت نمت مني ولا إيه؟ ده شيل اللحاف يابا، شيل اللحاف. لا فاهم فاهم حلو قوي، فايق؟ دلوقتي بتقول لي سب زيرو، وبتقول لي امبوسيبل، وبتقول لي انهوسبيتابل. السنتنس دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. حلو قوي، انت مدرسه والله العظيم يا ابن مدرسه. نيجاتيف صح كده. انهار الثانيه قال لي ذا انتاركتيك بنسيولا اند سراوندينج ايلاندز هاف مايلدر تمبرتشرز اند ليكويد واتر. انا مش عارف يعني ايه مايلدر، انا عارف يعني ليكويد واتر. ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. معايا ولا لا يا حلوان؟ معاك يا مستر. ما قلتليش السنتنس الثانيه دي ايه؟ قلت بوزيتيف. يبقى انت مدرسه، انت ايه مدرسه لسه مش كليه. يبقى انت يبقى انت عندك هنا حاجه اسمها ايه في الانجليش؟ اسمها كونترست. في اختلاف، عندي نيجاتيف وعندي بوزيتيف. اروح اشيل other words دي كونتينيوس، واشيل فور اكزامبل دي كونتينيوس اللي ما بيدينيش اكزامبل، وفي نفس الوقت حتى لو بيديني اكزامبل ده بيديني كونترست. انا عندي however contrast وعندي never discuss contrast. المدرسين بيقول لك هنشيل however مع never. يا راجل درست والله العظيم ده مصاب ابيض. اللي بيروح يحل امتحان الاكل ما بيجيبش سكور عشان الزباله دي. انا هشيلهم ازاي مع بعض اصلا ومش ايكوال؟ هتقول لي طب انت قلت لي من شويه غششتني وقلت لي لما يكون عندي however وnever this او اي حاجه مع never this غيرها يعني مثلا although this اي حاجه هتروح تختار الحاجه الثانيه وتشيل never this. وانت قلت لي عشان never this دي حاجه في اللينجويستكس مش عايز توجع دماغي بيها، فانت هنا هتختار ب however. وقلنا المره الوحيده اللي جت never this الصح دي ده كانت في امتحان ايه يا ريس؟ كانت في امتحان اكتوبر 2017 نورث امريكا كويستشن نمبر 4. وده سؤال جايبه اريك اهو اللي هو تيست 2 كويشن 25. ان كان المدرسين بيقولوا للطلبه ان هاويفر ونيفر ذيس ايكوال. وانا مره كنت في شير سنتر الشروق كنت بتوضى وكان في مدرس انجلش ده ذكر اسمه، والراجل ده بيدعي ان هو دكتور يعني هو دكتور في الجامعه الامريكيه، وكان بيقول للطلبه خدوا بالكم يا شباب هاويفر ونيفر ذيس غلط. وانا بعت للكولج بورد قلت لهم انتوا غلطانين مش عارف ايه، وقعد بقى وجت يا مستر وقال لك ايه وياها. وانا يا رب الراجل الاهبل ده ويعني الهبله دي الكالج بورد مين اللي انت بعت لها دي؟ وهترد عليك ازاي؟ هم قاعدين على القهوه يردوا عليك؟ ده عالم عالم مخيف رحله يابا. نحل السؤال ده يا حاج كده. سؤال بقى عايز طالب ايه؟ طالب قلب قلب خصايه مش قلب جزرايه. السلام عليكم. برافو 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 نور عاطف، برافو محمود حسام. زياد محمود يا حاج زياد يا حاج زياد، انا هحل السؤال ده مع احمد عبد العال وزياد محمود. مين فيهم اللي عايز يتكلم معايا يناقشني؟ مين من الاثنين يرتدي رداء الشجاعه؟ ها برافو مريم ايهاب. ماشي برافو زياد محمود. رجوله، الرجوله ان انا ارتدي رداء الشجاعه. الرجوله ادب مش هز كتاف يا زياد، انت فاهم غلط. الراجل بيقول لي يا زياد healthy arctic marine mammals have a thick layer of fat beneath the skin. عنده thick layer of fat beneath the skin. كان ده positive ولا negative؟ عارف؟ شغل اغاني ولا ايه؟ طيب
قال لي هنا بيقول لي have a thick layer وهنا بيقول لي have very few fat. قال لي السنتنس الاولاني بيقول لي have a thick layer ده كلام مفروض بوزيتيف عشان هم في الشتاء صح كده، وبيقول لي very few fat. قال لي at least برافو يا حلواني، برافو يا حلواني، حلواني كده يا شباب نزل الملعب. حيواني قال لي ناخد منك الميكروفون وهقول لك هاف ا سيك وهاف فيو، يبقى انا عندي اختلاف هروح اختار هاويفر، انا عندي كونترست اهو. السنتنس دي غير السنتنس دي، هنا في سيك وهنا في ايه؟ فيو. انا ما عندي كونترست هختار هاويفر او ما يمثل. يبقى الانسر سي. تحيه من القلب الحلواني وتحيه من القلب المريم ايهاب، الناس اللي شرفونا وعلمونا. ما ناكلش الليمونه. سؤالي بعد كده يا ريس نفس القسم، قال لي a thick layer برضه عنده thick layer وهنا بيقول لي few fat، يبقى عندي contrast مش هختار so because of effect، مش هختار for because of effect، مش هختار and to continue، هختار whereas اللي هي ايه؟ contrast. answer is C. بنحل بكل سهوله جدا الامتحان، يعني عباره عن تهريج. امتحان الاكت او الاس اي تي والاي اس اي تي في سكشن الريدنج عباره عن واحد داخل يهزر كلام فاضي واسئله تافهه جدا وحاجه ادفه من التفاهه. يعني هي نفس القصه، قال لي هاف ا ثيك لاير حلو كده، وهنا قال لي هنا ايه؟ قال لي فيو، يبقى انا يا ريس اهو ثيك وفيو، يبقى عندي كونترست مش هقول له فور. لا ده بيضحك عليك يجيب لك السؤال كده، يبقى سؤال غريب كده بيضحك عليك. ده انت طالب شاكر مش شاطر بيضحكش عليك. هقول له برضه ويراز مورفر دي كونتينيور اند كونتينيور فور كوز وافكت انسر ماست بي سي. يعني انا عندي هنا ايه؟ ديفرنس بتوين ذا تو سنتنسز. اروح احل السؤال ده اللي دايما دايما المدرسين بيحفظوا بالطلبه رول جميله جدا جدا جدا، وهنقول لك ايه الصح وايه الغلط. مش فاكر بيطلع من الذين مش فاكر مش عارف اشتغلت ازاي بقى كده. برافو 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 احمد عبد العال، مدرسه يا ابني والله، برافو. لا زياد محمود يخسر 900 مليون جنيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا ده بس الممتاز، بس شاطر جدا جدا، بس هو بس حسيننا كده، انا كل شويه بزعق له وانبهه عشان ايه؟ عشان ايه؟ ينتبه. لكن بس الممتاز وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ حضرتك عامل ايه؟ والله وحشني جدا. لا طبعا يوسف ورامز دول عيال رجاله، ده عيال رجاله بسم الله ما شاء الله، راعيين نفسهم وعارفين بقيمه القرش يتدفع. ادي عيال عندها دم، عيال رجاله فعلا. زياد محمود قال لي يا مستر وليد هنا therefore equals accordingly. therefore equals accordingly. قال لي انا هعمل كده في امتحان الاكت وامتحان الاس اي تي لو رجع مصر تاني. قال لي بالنسبه لامتحان الاي اس تي انا اكون حريص شويه عشان كده ايه الراجل مش ماشي مظبوط قوي. قلت له تمام. قال لي وانا هنا السنتنس دي مش عكس السنتنس دي، ده بيقول لي انتراكتيك ار ان هوسبيتال وهنا بيقول لي ايه امبوسيبل، ده دي نيجاتيف ودي نيجاتيف، يبقى انا عندي واحده بتقول لي ان هوسبيتال وواحده بتقول لي امبوسيبل، يبقى الاثنين ايكوال، ما عنديش بوزيتيف ونيجاتيف. قال لي فانا كده هشيل اون ذا اذر هاند ان اون ذا اذر هاند دي نيجاتيف. قلت له والله يا ابني انت مدرسه، ادي كونترست اسف. قال لي انت قلت له انت مدرسه يا ابني والله. قال لي اختار ديليت، واحنا عندنا في جسر السويس اول ما الطلبه اللي معانا في الدول الامريكيه عندنا اكثر من 19000 مدرس في الشرق الاوسط
مسمينهم مستر ديليت. مستر ايه؟ دي اختار ديليت. يبقى هل ديليت بتيجي صح كتير؟ بتيجي صح كتير في اسئله الترانزيشن، كتير قوي قوي ونادر في سؤال الترانزيشن لما ديليت بتيجي غلط. اللي فاكر معانا توبيك 2 اللي هو سنتنس اوردر يفتكر كويس ان انا قلت لك في السنتنس اوردر دايما ديليت بتكون انكوركت. سؤال السنتنس اوردر and what is the most logical place for sentence 2 or 1 or 3 or any sentence دايما ديليت بيكون انكوركت، يعني نقول 99.999. في سؤال الترانزيشن هل ديليت بتيجي غالبا غلط؟ حتى في امتحان الاس اي تي مره جاب ديليت غلط في امتحان مارس 2019. الميك اب اللي موجود في مصر اتعمل في مصر مارس 2019، الميك اب كويستشن نمبر 29. مرات قليله جدا جدا جاب الديليت غلط في الاكت، وغالبا في الاكت ديليت بتكون صح غالبا. انا مش عايزك تعتمد على كده، هنا برضه الانسنس ديليت هي نفس القصه. انا بقول لك انهوسبيتابل وبقول لك امبوسيبل، مش هحط بقى هاويفر ولا احط ويراز ولا احط سو دي كوز وافكت. هقول له هنا اي دي مش محتاج اربط حاجه بين التو سنتنسز. جميل جدا. ده سؤال بيجي كتير قوي 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 في امتحان الاس اي تي. لازم كل سؤال، لازم كل امتحان يجيب لي سؤال من الحته دي، وبيجي مره في امتحان الاكت في كل امتحان. يعني نادر، اولا مفيش امتحان اكت ما فيهوش السؤال ده، وفي الاس اي تي بيجي كتير قوي. لكن في امتحان الاي اس تي زي ما قلنا راجل مش ماشي بالرولز قوي يعني. فالسؤال ده عباره عن ايه؟ عباره عن تريك صغيره. لما الراجل بيبدا ديبندنت سنتنس بترانزيشن وورد زي اولدو الحاجه بيكون ديبندنت، لازم اجيب بعديها كوما اندبندنت، ما ينفعش بعديها اجيب كوما فان بويز. ليه؟ ده هيبقى رونج لما اقول لك هنا اولدو، مع انه the tomato is actually a fruit comma but many people. ما ينفعش اقول لك كده. ازاي اقول لك بقى انا عامل هنا ديبندنت كوما اندبندنت؟ لازم يا ريس اشيل هنا الفان بويز واجيب سبجكت على طول. طب وهنا في دي قال لازم اقول لك هنا احط عادي دي ايه؟ ما حطش السب اوردنت شال اولزو من السنتنس، فدي حته مهمه. ما ينفعش اقول لك كوما اند وانا جاي في اول سنتنس اولزو، ده اسمه رونج جرامر مش كده؟ زي هنا بيقول لك because the Antarctic Peninsula and surrounding islands have milder temperature liquid water كوما اند. ما ينفعش اقول لك كده كوما، اقول لك كوما اند ازاي؟ عندي هنا because، عندي هنا because. مظبوط كده يا شباب؟ ما ينفعش اقول لك likewise، ما ينفعش اقول لك yet، لازم اقول لك الانسر دي. ليه؟ انا جايب independent كوما independent، independent كوما ايه؟ independent. معايا كده يا شباب؟ انا معلق السؤال اهو عشان بس ما اقعدش ده. ركزوا معايا يا شباب، دي الجلوسري اوف ترانزيشنز اللي انا شرحتها هنا. accordingly وconsequently therefore as a result the equal تمام، furthermore moreover in addition equal بشيلهم مع بعض تمام، in fact indeed بشيلهم مع بعض تمام، even so still whenever this with despite with this however لا انا ما بشيلهمش مع بعض مش تمام. حلو قوي. whereas also برضه ما بيشيلهمش مع بعض. ركز معايا في الحته الصغيره دي، الحته دي مهمه جدا. subsequently equals afterward، subsequently equals afterward دي مهمه جدا جدا، subsequently equals afterward. طبعا هنا في حته مهمه جدا 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 جدا، يعني للاسف للاسف الشديد الطلبه بتقابله في التيست بيحلها غلط، لان يعني مفيش مدرس بيقولها، لان يعني المدرسين ما بيدرسوش من كتب. بيصور كام ورقه كده ويكتب عليها اسمه واسم خالته ويحط ده فاكر اسمه ده الثانويه العامه ده ولا الاهبل ده. حلو كده؟ يا ريس هنا لما اجيب لك داش بجيب بعديها ذات از واحط كوم. طبعا الطالب متعود انه يحط داش داش فيقول لك تشويس ده رونج. تقول رونج ليه؟ يقول لك يا ريس انا هنا حط داش ما حطش داش الثانيه. يا حاج هنا مش الراجل بيسالك في النون اسينشال.
ده بيسالني في الترانزيشن في المينينج، والداش دي مش بتاعه النون اسينشال، دي داش بتاعه الاكسبلينيشن اللي هي رول نمبر 7 اندبندنت داش اكسبلينيشن. فانت لما تلقى ذات از بتحط قبليها داش وتحط بعديها كوما، ما حدش يقول لك الكومبليشن ده غلط. بس كده يا شباب ولا ما حدش فاهم؟ لا تمام كده تمام. طيب تمام تمام. عندك هوم وورك يا حاج من اول بيج 106 لحد ما تخلص بقى الهوم وورك ده. لو انت قعدت تمشي كده هتقعد تمشي تحل الكلام ده كله وتلاقي الانسرز يا علي يا حلواني في اخر الكتاب. اي انا قال لي اذاكر طبعا الحاجات دي ما بتحلهاش انت، الحاجات دي مش ايه بتجيش امتحان يعني. ادي ايه تحل بقى دي، دي مهمه طبعا. دي ايه؟ دي مهمه. حل كل ده لحد بيج 108 112. يبقى احنا المره الجايه هناخد النون اسينشال والاسينشال. اتمنى ان تكون المحاضره دي كانت محاضره مفيده، واتمنى نكون استفدنا. وانا لو زعلت لحد النهارده وزعلت مني انا بعتذر له، انا بعمل ده عشان خاطر مصلحتك. هتقول لي يا عم انا مش عارف، انا مش عارف مصلحتي، وانا عمري ما اعرف مصلحتي الا لما اشرب ايه؟ ها؟ هي صعبه. افكر اسعد المدثر كده ونشتغل في الاكت بقى. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير في رعايه الله وامنه. حفظكم الله، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نلتقي ان شاء الله باذن الله علي يا حلواني، هنلتقي ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه القادم الساعه 8 ظهرا بتوقيت القاهره ان شاء الله باذن الله. هنبدا في شرح سؤال الفانكشن، وهنشتغل باذن الله ان شاء الله في النظام الجديد اللي هو بتاع الترانزيشن عشان نشرب حديد.